الخبز عند الخباز ما كانش على حسب الشيء اللي شاهدته، ولكني شفت تريسيتي ومشي والماء في الروبيني والبولونجي عنده الخبز، قال سي تام ميراكل. قال هذا سي تام ميراكل. منين جاء هذا الميراكل؟ جاء من الجزائريين اللي كانوا في هذه المناصب. اذا كان تكنيسيان ولا مهندس، اذا كان عامل بسيط ولا تكنيسيان، الفضل يرجع لهذوك الجزائريين اللي كانوا في ذاك الوقت عمال بسطاء في التلفزيون، التلفزيون شاد. هذه هي الجزائر. وعلى هذا كما قلت، حتى ولو كانوا جيعانين بصح الراس يكون مرفوع. صحيح يعني الشيء اللي كان مخفي عند الاحزاب تاع الجزائر اليوم راهو واضح، ما عادش مخفي. لما الصهيونيين ويجيو في الحدود نتاعنا، بلد مجاور، ويهدوا الجزائر، وزير الخارجية، وزير الدفاع، ويهدوا الجزائر، واش كان من وراء هذا؟ ما هو المخف؟ وعلى هذا اللي مطلوب علينا كلنا في بعض الأحيان نتناسى الانتماء تاعنا في القضايا هذه نتاع البلاد كلها، نرجع كرجل واحد، وتعود ترجع لنا الفكرة نتاع جبهة التحرير أثناء الثورة. جبهة التحرير نهار أنشئت من طرف الستة اللي حروا النداء تاع أول نوفمبر، للستة كلهم مناضلين تاع الحركة الوطنية من الصغر نتاعهم، في التنظيم السري، في النشاط السياسي ينتميوا للحركة الوطنية. ولكن لما علم الثورة تخلاوا عن الهوية نتاعهم وفتحوا الباب لكل الحساسيات باش تشارك في تحرير الجزائر. هذه هي المعنى. لما تكون خطورة وتكون تهديدات من الخارج، لازم نرجعوا بنفس الفكرة، نرجعوا كلنا كرجل واحد. الشيء اللي يهمنا هو الاستقلال تاع الجزائر، استقلال في القرار السياسي، استقلال في مواقفنا باش الجزائر تبقى دائما هي الجزائر. في هذه القضايا نقدر نتحد كرجل واحد. من بعد كي نرجع لمشاكلنا الداخليه، كل حساسيه عندها راي. انا لما نشوف الدستور اليوم، الدستور لاول مره لما رئيس الجمهوريه اقترح الدستور الجديد، أخذ بعين الاعتبار أن غدوة في المجالس الأغلبية تقدر تكون من المعارضة، والمعارضة تكون الحكومة تاعها وتطبق البرنامج تاعها. كيفاش نتعايش رئاسة الجمهورية مع المعارضة في الحكومة وفي
المجالس المنتخبة. هذا موجود في الدستور، يعني أعطينا مكانة للمعارضة. وش المفهوم هذا؟ مفهوم أن اليوم المعارضة غدوة تكون هي الأغلبية، والأغلبية تقدر تكون هي الأقلية، ولازم الأغلبية تحترم الأقلية، والأقلية تحترم أيضا الأغلبية. هذا هو المفهوم نتاع الدستور الجديد. ما زلنا يعني هذه الأمور هذه اللي عندها أهمية نتناقشها مع بعضنا في المستقبل إن شاء الله، ولازم نسهر بهذا الجانب هذا اللي عنده كل أهمية، لأن جانب آخر أيضا لما نقول جزائر مقصودة، ولكن يحبوا يضربونا في الصميم. الصميم هو الجيش الوطني الشعبي، لأن الجيش الوطني الشعبي هو سرير جيش التحرير بحق وجدارة. هذا الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير، هو ممو العين تاع الجزائر. لا بومير ديزيو دو لاجير. لازم نحافظ على هذا المؤسسة، لأن هي اللي راهي ضامنة الاستقرار تاع البلاد. هي اللي راهي تدافع عن الحدود تاع الجزائر، وهي أيضا تقف أمام أي واحد اللي يحب يرفع راسه ضد الجزائر. هذا أيضا من الشيء اللي راهو مقصود، الشيء اللي رانا نقراو فيه من خلال لي ريزو سوسيو، من خلال الاجتماعات اللي تندار في بعض المجالس، ويعملوا دراسات على الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، ما هي القوة نتاعو، واش عنده واش ما عندوش، لأن يعرفوا باللي هذا الجيش نتاعنا يختلف على كل الجيوش تاع العالم. احنا الجيش نتاعنا مش كيما جيش قال جيش أمريكا، جيش فرنسا، جيش إنجلترا، جيش تونس، جيش المغرب. احنا عنده تسمية خاصة، الجيش الوطني الشعبي. لما نقول جيش الوطني الشعبي وباش يكون سرير التحرير، يبقى مرتبط بالوطن ومرتبط بالشعب. هذا هو المفهوم تاع الجيش تاعنا، والجيش تاعنا كلهم ولاد الشعب، من ابناء الشعب. أنا أشوف من حين لآخر لما تقع الأحداث ويموتوا أعضاء من الجيش، وين يدفنهم؟ أنا أشوفهم في التلفزيون يدفنهم الكل في الدوابر. يدفنهم الكل في الدوابر، لأن الجيش نتاعنا راهو جاي من عمق الشعب، من عمق الشعب. وعلى هذا اللي حبيت نذكر